حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة في المقدمة الخاصة بي كنت بقول انه عنوان حلقتنا النهاردة هو اهتمام الكرة الأرضية وكل دول العالم وخصوصا العظمى بالقارة الأفريقية والدول الأفريقية. ده عنوان حلقتي النهاردة. وبالفعل وزير الخارجية الروسي وصل أمس إلى جمهورية مصر العربية وقابل قابل فخامة السيد عيسى فتاح السيسي، وبعدها تنتقل إلى وزارة الخارجية وقابل وزير الخارجية سامح شكري، وبعد كده انتقل إلى مقر جامعة الدول العربية وألقى كلمة هناك شرح موقف روسيا والمشكلة وأزمة روسيا وليه هي اضطرت إن هي تعمل هذه الخطوة الخاصة بالأزمة الروسية والتهديد للأمن القومي الروسي. وأيضا وصل أمس المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، وهيبقى اكيد في لقاءات مع الجانب المصري في جمهوريه مصر العربيه، وبعد كده عنده رحله او يصل الى اثيوبيا، زياره الى اثيوبيا، وبعد كده الامارات العربيه المتحده. اذا دول العالم بتمر من خلال مصر للقاره الافريقيه وحل مشاكل القاره الافريقيه باشكال مختلفه. ضيف اللي منورني في الاستوديو، وانا يعني ليا الشرف ان انا دائما بكون يعني امامه، سياده اللواء محمد غباشي مدير مركز افاق للدراسات الاستراتيجيه. مساء الخير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب، ووحشتنا بقالنا كتير ما شفناكش. مساء الفل، ومصر كلها بخير، وعيد ثوره طيب على مصر. عيد ثوره 23 يوليو رمز العزه والكرامه لمصر. نعم نعم، 23 يوليو العزة والكرامة لمصر وأبناء مصر. وكان التاريخ بداية تاريخ للمنطقة كلها بأن مصر استعادت هيبتها واستعادت أن هي خرجت الاستعمار من 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 الدولة المصرية، وكانت بتساعد دائما الدول العربية والأفريقية للوصول لهذا الاستقلال من الاحتلال. خليني يعني استسمحك بعيد عن الحلقة وموضوعها. أيوة اتفضل. عشان في بعض ناس اللي بيتمسحوا بعصر البشوات والعصر الملكية عشان يظهروا ان هم اصحاب اصول يعني بشكل معين، هقول لهم ان خطاب العرش اللي كان بيقوله كل رئيس وزراء عندما يتم تكليفه من الملك حتى بعد حريق القاهرة 52 كان بيبقى في بند اساسي، وهو تقليل عدد الحفاة من الشعب المصري. مش عايزين ننسى الحقائق. مصر كان فيها ازدهار في بعض المناطق السكنية وبعض الجرسونات وبعض الملابس وبعض السيارات، بس 0.5%، و99.5% شغالين عبيد وخدم عند النص. فلما مجموعة من الناس الشرفاء يعملوا ثورة وتاني يوم الشعب كله يأيدهم وينفذوا مبادئ الثورة الستة، قضاء على الاستعمار وقضاء على تحرير الغاء الملكية وإعلان الجمهورية، في بندين مهمين، بند المساواة واللي اتحقق بيه الاصلاح الزراعي، وبقى كل واحد بدل ما هو عبد بيشتغل في الارض بالاجره وينضرب بالصوت بينضرب بالكرباق لو خالف ولا اتاخر على الاوامر، بقى مالك للارض. نمره 2، التعليم المجاني اللي الحمد لله انا بتشرف وبقول ان انا من اهل التعليم المجاني ومن ابناء احنا حقبه الخمسينات، ابناء الخمسينات وابناء الاربعينات كلنا تعلمنا تعليم مجاني. هذا التعليم المجاني اللي خرج معظم القادة وكل علماء مصر اللي موجودين في الخارج. ولان يا استاذ الفاضل، نعم، اللي متعلم تعليم جيد، نعم، في التعليم المجاني هيحافظ على الصحة، هيحافظ على الامن القومي، هيحافظ على الانتاج بتاع البلد، نعم، غير الانسان الجاهل. طيب بما ان حضرتك ابتديت بهذا المنطلق يعني وهذه الثوره العظيمه حضرتك، فاسمح لي انه ذكر في هذا المؤتمر
الهام جدا ما بين فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، وفي المؤتمر الصحفي في الكلمة لفخامة الرئيس والرئيس الصومال ذكر جزء من اللي حضرتك بتحكيه ده، قد ايه انه الدولة المصرية قدمت شهداء في للوصول لحرية الصومال من الاستعمار. طبعا. وبيصب هذا زي ما انا قلت في الاول انه مصر كانت بتساعد الدول العربية ايضا وبتساعد الدول الافريقية في خروج الاستعمار من دولهم. شوف يا فندم. اي اتفضل. ثورة مصر. اي. جمال عبد الناصر. نعم. هذا الرجل اللي اخلص لله والوطن. نعم. بعد ما تمكنوا ورفض البنك الدولي مساعدتنا في انشاء السد العالي، تم تعميم قناة السويس، حصل العدوان الثلاثي، ساعدت روسيا اللي حضرتك هتكلمني عليها كمان شوية حالا في بناء السد العالي. نعم. كويس. بعدين قوانين اصلاح الزراعي ومصر وقفت على رجليها. تمام. وقوف مصر على رجليها ومساعدة الدول العربية سواء الجزائر بصورها، وكلنا عارفين قصص وبطولات شعب الجزائر حتى نالوا استقلالهم. نعم. وكل القارة الأفريقية حركات التحرر خدت مساعدات من مصر. نعم. ناصر. معظم العواصم الأفريقية يا فندم كانت فيها صور وتماثيل لناصر في معظم العواصم. نعم. وسنة 60 شهدت تحرير واستقلال عدد كبير من الدول الأفريقية وكله كان حاطط. نعم. يعني صورة عبد الناصر. أقول لك إن أنا يعني عشان مطلع على الموضوع ده، الناس دي كانت بتقدس اسم مصر واسم جمال عبد الناصر. سيادة اللواء، من التاريخ اللي حضرتك بتذكره ده إلى يومنا هذا، لما كبرى الدول العظمى بتبتدي تخش إلى أفريقيا، جات الأول إلى جمهورية مصر العربية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، زيارته امبارح فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، التقى مع فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وبعدين وزير الخارجية سامح شكري، وبعدين كلمة في جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وأيضا المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور مصر، وبعد كده هيروح برضو أفريقيا، وزير الخارجية الروسي أيضا بعد كده هيروح أفريقيا. شفت الزيارتين دول ازاي الى يومنا هذا بعد اذنك؟ شايف ان احنا، وانا مبسوط شايف ان انا بتكلم بعين عندها قدر من المعلومات والخبرات، فرحان ببلدي، فرحان بدولتي، مبسوط من وضع دولتي مصر بعد ما كنا شوية مهمشين سنين، مرحلة كده كان دورنا مهمش. مصر رجعت واقفة على رجليها، مصر دولة بقت فايقة صحية بس مش عافية. ما هو انت لو جبت المثال بتاع الدول، مثال اللي بيحصل في اي حي في الجمهورية او اي قرية، لما واحد يبقى قوي قوي بس الناس هتخاف منه، مش هتحترمه، لكن قوي واقتصاده قوي ومش محتاج فالناس بتحترمه. اللي حصل ان مصر السنين اللي فاتت والاصلاحات الاقتصادية عدلت شكل الدولة، ما بقناش دولة دايما اقتصاديا وعسكريا دراعنا ملوي. صحيح صحيح. وده رجع لمصر قيمتها وقيمتها على المستوى الإقليمي والدولي. لما انت تقول رأي ويتنفذ في ليبيا وتقول في خط أحمر واللي هيعديه، لأ ده مساس بالأمن القومي، كلنا شفنا اتعمل قبلها منورتين في 2020 وانضربت الصواريخ البحرية وبانت قوة القوات المسلحة والرئيس قال فيه خط أحمر. في حد استجرى أو فكر في ليلة ضلمة سودة على دماغه يهوب؟ لا. احترم نفسه.
لما احنا قلنا الموقف في سوريا كذا ولازم يبقى الحل سوري سوري والحفاظ على المؤسسات السوريه الجماعات الارهابيه في سوريا الحل في العراق، ولما تدخلت سوريا روسيا عدلت الكفه بعد ما كان اكتر من 85% من الاراضي السوريه مسيطر عليها بواسطه الجماعه داعش والنصره وما الى ذلك، 38 فصيل اتعدلت الكفه. اذا بقى انت ليك قوه في الحل. حتى لما حصل الاشتباكات 19 و20 و21 ما بين حماس واسرائيل جهات كتيره حاولت تتدخل، ما كانش في نتائج، ما حدش جاب نتيجه غير مصر. مصر بكل فخر وانا بقول كلمه مصر هي مش عافيه، نعم، بس لما تبقى كلمتك مسموعه قالت للطرفين تعالوا نوقف ونتفق مرتين. واول حاجه عملها بايدن بعد توليه قعد يشكر الدوله المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود اللي عملها لوقف القتال ما بين اسرائيل وحماس. اذا انت قوتك الاقتصاديه والعسكريه هي اللي رجعت لك وضعك، نعم، بجانب ان انت عندك ارث تاريخي في القاره الافريقيه. صحيح، كويس. طيب ما انت لو رجعت لورا 3 4 سنين الصين خصصت رقم فلكي 20 مليار دولار للتعاون مع افريقيا. بدات بايه؟ الشراكه مع مصر. صحيح، استراتيجيه. نعم. وبعدين تعمل في مصر مؤتمر وتجيب الزعماء والوزراء الافارقه لازاي تعمل التنميه في افريقيا. تمام. المانيا قررت تخصيص مبلغ للتعاون والانشاء مع افريقيا، جت عملوا زياره في شرم الشيخ، انت فاكر؟ نعم. ميركل. نعم. واجتمعت مع الرئيس وقدمت عروض كويسه، وكانت برضو مصر القاهره هي البوابه للتعاون مع افريقيا. بدون قطع كلامك، مما لا شك فيه انه تقريبا جميع دول العالم الكبرى والعظمى بما فيهم يعني خلاص في يعني تصريحات بتقول انه كمان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لاول زياره ليه خارج فرنسا هتكون لافريقيا ودول افريقيه. فمما لا شك فيه انه الصين، امريكا، روسيا، كل دول الاوروبيه تقريبا، كل دول العالم مهتميه بالقاره الافريقيه. لماذا الان؟ وخاصه ان احنا في ظل ازمه اوكرانيه روسيه كبيره جدا، وفي عندنا ازمه طاقه وازمه غذاء وازمه، اشمعنى دلوقتي احنا شايفين ستريس او شايفين ضغط كبير جدا الاهتمام بالقاره الافريقيه والدول الافريقيه وحل كمان المشاكل الافريقيه؟ احنا شايفين حضراتكم اذا كان روسيا ولا الامريكان رايحين لاثيوبيا عشان يوصلوا الحل لمشكله سد النهضه. هو بس عشان في الحته دي موضوع سد النهضة في دقيقة فضل. ونرجع لاهتمام افريقيا. تمام. من الذكاء لما انت تبقى قوي والكل عارف انت تقدر تعمل ايه وما تستفزش ومحدش يسحبك لمنطقة هو عايز يوديك فيها او تمام. يخليك تتصرف تصرف متخطط ليه مسبقا. نعم. لمحاولة إرباك التقدم اللي بتحرزه مصر. صحيح. اقتصاديا وعسكريا. عدم الانجرار للاستفزازات دي بيؤكد ان انت قوي، ان انت مالك الامور، ان انت عندك تخطيط جيد للحل. ومالك قرارك في ايدك. وقرارك في ايدك. كويس؟ هل اللي عمله لو رجعنا شوية ترامب ولما بعت وزير المالية والاجتماع اللي اتعمل في واشنطن دي سي وبعدين رفضت اثيوبيا التوقيع ولما جم وبعدين كان هيقرر عقوبات وبعدين ترامب طلع جي بايدن بشكل جديد غرب اوروبا كلها كانت بتتكلم بلغه ها في الاول على ان التنميه في اثيوبيا وبعدين بدات اللغه بتتعدل الشرق سواء روسيا والصين رغم ان الصين بتشارك
في التنمية هناك، ولكن المصالح هي التي تتحدث والمصالح هي التي تعلو كلمتها وتخلي كلمة المصالح هي الخط والاتجاه السياسي للدولة. يعني بس عشان كل الناس تبقى عارفة ان اصلا مفيش لا حب ولا صداقة في السياسة، مفيش دولة بتحب التانية عشان شعرها اصفر، مفيش دولة بتحب التانية عشان لا اصل دمها خفيف، لا دولة بتتعامل مع دولة عشان بتحقق لها مصالحها. صحيح. اذا كل من يسعى سواء روسيا الى الاقليم في المنطقة العربية، وانت حضرتك قلت في اخر جملة ان هو جه اجتمع مع الرئيس وزير خارجية ورايح يجتمع مع مين؟ جامعة الدول العربية، مع الوزراء الخارجية والسفراء المعتمدين في جامعة الدول العربية، وشرح وجهة نظر روسيا في هذه الحرب عليه. عشان هو محتاج الدعم والعون السياسي. نمرة اتنين، برضو مفيش دولة عربية من المنتجين للطاقة ها تستجيب قوي للطلبات الغربية من أوروبا أو من الولايات المتحدة وتزود الإنتاج، وبالتالي المخطط اللي هم عاملينه يحصل فيه كلام. نعم. فكل دولة بتسير الأمور بنظام أنا هقدم لك كذا بس أنت ساعدني في كذا. يعني معرفش هل هي دي مقايدة سياسية تبادل المصالح والمنافع، وخصوصا لما يبقى أنت قوي ومؤثر في المحيط بتاعك العربي والإقليمي. ده حقيقي، انت دولة محورية فلازم يجي عندك ويتكلم معاك ويعني يقولك ايه يعني تبنى معايا وجهة نظري وانا هقدم لمصر كذا. يعني خلينا اقولك يعني ما لا يقال في الاعلام، انا هقدم كذا وهقدم كذا وهقدم كذا بس انا وجهة نظري كذا. مصر هي في البيان قالت كلام يعني يحترم جدا. حضرتك قصدك في قمة الجدة ولا قصدك سواء في قمة الجدة او في لكلمة فخامة الرئيس في تأسيس قمة الجدة لما مع لافروف عرض خمس اتفضل ان احنا برضو بنؤكد على الحل السياسي والسلم ومش عايزين قتال. صحيح. كويس. ولكن زي ما قلنا ساعة التصويت في الامم المتحدة ان برضو اسلوب العقوبات ها وفرض العقوبات غير مبررة. نعم. يعني كان في توازن من الدولة عليك. المصرية في هذه الأزمة، هذا التوازن السياسي هذا الخطاب المتوازي ان انت توجهت للشرق وتعاملت وخدت منهم بقيت تعامل معهم بشراكة استراتيجية، وهنقول روسيا عملت ايه في مصر وبتشارك في ايه في التنمية ومع الصين كويس، وفي نفس الوقت محافظ على علاقاتك مع الغرب الولايات المتحدة سواء في العلاقات الاقتصادية والتجارية او في الامداد بالسلاح. تمام. فهذا التوجه توجه محمود بيشعرك بالفخر كونك مصري، وخاصة ان القارة الافريقية ودي المحور بتاع السؤال بتاع سيادتك هي المطمع والامل لكل دول العالم العظمى الان لسببين، عشان هي اللي ممكن يحصل فيها تعويض لمشاكل نقص الحبوب اللي جاية من روسيا وأوكرانيا. روسيا بتنتج من 32 ل 33% من إنتاج الحبوب على مستوى العالم. صحيح. القمح. أوكرانيا 13، الاتنين بيعملوا 45% يعني قرب النص الإنتاج العالمي. نعم. ومصر كانت أكبر مستورد للقمح في العالم. كويس؟ طبعا بالإضافة أن أوكرانيا منتج للزيوت كمان. تمام. اللي برضو مصر بتستوردها. صحيح. بالإضافة لأن الاثنين منهم أكتر من 80% من نسبة السياحة في مصر. صحيح. كويس. فمصر بمنتهى العقلانية وبمنتهى التوازن نتيجة القوة اللي أصبحت فيها الدولة بتعمل علاقات متوازنة مع الشرق ومع الغرب، وخاصة ان احنا الكل عارف ان مفتاح افريقيا لازم يعدي بره خلال القاهرة. نعم.
وأفريقيا هي الأرض البكر، القارة البكر، كويس؟ نمرة اتنين مؤتمر المناخ. صحيح. وأكتر دولة وأكتر قارة بتريح العالم من مشكلة المناخ، مشكلة المناخ هي قارة أفريقيا. نعم. وأكتر دولة متضررة من أثار المناخ هي أفريقيا. يعني صحيح. إحنا كأفريقيا أكتر ناس نساعد العالم وأكتر ناس نتأذي من العوادم والانعكاسات بتاع التغير المناخي. وبالتالي طبعا الرئيس من 2017 قايل الكلام ده في باريس، في مؤتمر المناخ اللي اتعقد في باريس، وكان بيتكلم ساعتها عن لغاية، وكمان 2019 لما كانت مصر ماسكة رئيسة الاتحاد الافريقي العام ده، اتحدث عن قضايا المناخ وتأثيرها وضررها عن افريقيا. طيب. وبالتالي كانت مصر هي الحقيقة المفتاح للدخول الى قارة افريقيا. هقول جملة وحضرتك علق لي عليها. اتفضل. مؤتمر جدة، مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الامريكية، مصر، العراق، اردن، زيارات مكوكية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المانيا وصربيا وفرنسا، زيارات وزير الخارجية إلى الروسي إلى مصر، والمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي إلى مصر ثم أفريقيا، وشرح وجهة نظر روسيا في الأزمة الروسية في مجلس يعني في جامعة الدول العربية، وفي الجزء الشمالي الشرقي اجتماع إيران، روسيا، تركيا. كويس. تعليق حضرتك. كويس. هقول لسيادتك. اولا يعني ما تعرفش قد ايه انا كنت منتظر، رغم ثقتي في القرار ورغم يعني استعدادي ان انا اسمع قرار وزارة الخارجية وقرار الدولة المصرية، قد ايه برضه انا فرحت جدا لما اتنفى ان مصر لن تدخل في اي تحالف نيتو عربي اطلق عليه نيتو في قمة جدة. ايوه اللي هو الامن والتنمية. ايوه. وتبعت قرار المصري. نعم. الحقيقة بمنتهى القوة والشجاعة قرار السعودي. عظيم. واعلنت ده برضه الامارات العربية المتحدة بعدها. تمام. بس مين اللي سبق ومين اللي ابدأ؟ مصر. تمام. الكبيرة. تمام. عمود الخيمة القوية اللي بتسند اخواتها، اللي بتسند اخواتها. تمام. ويا مصريين لولا مصر واقفة على رجليها كويس. نعم. كان حصل تضرر لكل الاشقاء. طول مصر ما واقفة على رجليها بقوة ودولة فايقة. نعم. سندة الأشقاء. ده في التاريخ كله حضرتك. عشان بس إيه؟ ما حدش عقله يفكر تفكير. تمام. ولا ننكر دور المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة في إن هي تساعد مصر في فترة من الفترات الهامة جدا. طبعا طبعا طبعا. تمام. دورهم مشكور. تفضل. دورهم مشكور. تفضل. طيب هذا الموقف القوي، وشفنا الاجتماع بايدن مع دول مجلس التعاون ومصر والعراق والعراق والاردن. طبعا العراق والاردن هما الاقرب ليهم. ولكن وجود مصر معاهم ده في دلاله برضو على اهميه دورك. طبعا. يعني ما هو العراق والكويت وما هو كل دول دول الخليج. تمام. والاردن ما هي امتداد للارض السعوديه الشمال بتاعها. تمام. كويس. لكن وجود مصر. نعم. ده تاكيد على دورك الاقليمي المحوري وتاثيرك في المنطقه. البيان اللي قالته مصر قبل انعقاد قمه في جده اسلج صدري كويس، رغم ان انا
يعني شبه واثق من هذا الأمر. نعم. ولكن كنت محتاج التأكد. تمام يا فندم. زي ما سيدنا إبراهيم أيوه. طلب من ربنا أيوه. فقال له ألم تؤمن؟ قال له كي يطمئن قلبي. تمام يا فندم. كويس. فاطمأن قلبي بهذا البيان، وطلع البيان السعودي والبيان الإماراتي قوي. تمام. طيب اللي حصل ده معناه ايه؟ ان مفيش مفيش نيتو ومفيش توجه بالعربي ان احنا ندخل اسرائيل معانا في قوة مسلحة. صحيح. كويس. او في تحالف او في نيتو او في الشكل اللي هم عايزين يعملوه ده. صحيح. كويس. وتم رفض هذا الامر، وطلع بيان من رئيسي في طهران ان مصر والرئيس السيسي كرجل مخابرات يدرك، ويعني الكلام الطيب. تمام. طيب ما هي اصلا تركيا بقى لها سنه ونص يعني بترمي شباك المحبه على مصر وبتتغذر في القياده المصريه، ووقفت القنوات اللي صحيح. كانت بتسيء الى مصر، ويعني كل شويه تطلع بيان محاولات تقارب ان العلاقات مع مصر بقت علاقات وديه وشعبيه، ولكن يبقى الموقف الرسمي يعني تمام. ايه كلام لطيف كده بيحاول يتقرب. وما قالته كمان طهران، يبقى اذا روسيا لازم تلم الاثنين وتجتمع تقول لهم بلاش بقى ها بالعربي، انا متصور نعمل الصح وبلاش نعادي مصر، عشان مصر بتخلي اخواتها في المنطقة العربية بيفكروا مظبوط، عشان احنا ما نقطعش بعض في الشرق الاوسط. نعم. ها كتركيا او ايران. نعم. ويبقى في بيننا وبين بعض تشابكات وصراعات مش تستفيد منها غير الغرب واسرائيل اولا. انا اعتقد ان ده يعني وفي هذه الجلسة او هذا المؤتمر اللي جمع ثلاث بلدان كان في اتفاقية خاصة بانك انت ما بين روسيا واوكرانيا، يعني ان هم يعني نقدر نصدر القمح بطريقة افضل، او يعني ايه نقدر نأمن المواني وتبقى في حركة مواني عشان ما يحصلش هذه الازمة الرهيبة في جميع دول العالم الخاصة بازمة الغذاء. يعني طبعا المخرجات بتاع هذه الاجتماعات كانت فيها بعض المخرجات الطيبة، والاتفاقيات اللي هي ميناء أوديسا لتصدير الحبوب عنه، وان ما يحصلش تعرض للناقلات البحرية اللي هتنقل المراكب الشحن يعني اللي هتنقل الحبوب وكده خصوصا القمح، ودي مخرجات طيبة. وبقول لك ان ما حدث ده وراه الرئيس راح المانيا. نعم. وبعدين راح فرنسا. نعم. وصربيا كمان. وراح صربيا. صربيا خلينا نرجع بس خطوه بره برضه عشان المشاهدين. طبعا. كان في زمان ايام الاتحاد السوفيتي في دوله يوغوسلافيا. الاتحاد السوفيتي اللي اتفكك 12 دوله. منهم اوكرانيا دي. كويس. يوغوسلافيا لغايه التسعينات اتفككت بقى 7 دول. صربيا وجبل اسود وكوسوفو، عدة دول اتفككت. يوغوسلافيا كانت هي الشريك مع الهند والشريك مع مصر في حركة عدم انحياز. صحيح. جمال عبد الناصر لما قال مش هننحاز للمعسكر الاشتراكي او الشرقي ولا المعسكر الغربي. نعم. هنعمل عدم انحياز. بقت في 3 دول، مصر الهند يوغوسلافيا، ناصر نهرو تيتو. تمام. كان اسم رئيس يوغوسلافيا جوزيف تيتو. بروز تيتو. صحيح. كويس. فتيتو كان زعيم مقرب، وكانت يوغوسلافيا دولة صديقة لمصر. نعم. بالمناسبة كان في مشروعات صناعية واقتصادية عظيمة لما مصر حصل لها نكسة 67 توقفت هذه المشروعات. نعم. احنا كنا بنعمل تصنيع مشترك العربية والطيارة تصنيع مشترك. شوف يوغوسلافيا وصلت فين، وبعدين كسروها في 95. اللي بقيت الوحيدة هي الهند. نعم. شوف الدرجة العلمية والاقتصادية اللي فيها الهند بقت فين. تمام.
كويس؟ تمام. احنا كنا عاملين وانا صغير شفت حاجة في العروض العسكرية في الستينات، في اول الستينات، اسمه صاروخ القاهر والظافر. نعم. الناس تعمل سيرش عليه، كان حاجة عظيمة وقدرات تدميرية كبيرة، كان انتاج مصري. طبعا هذه المشروعات توقفت. نعم. بعد نكسة 67. إذن لما صربيا اللي هي بقت الوريث الأكبر، زي ما روسيا هي الوريث للاتحاد السوفيتي، صربيا هي الوريث الأكبر. فنتيجة الخلفية التاريخية الطيبة مع مصر، شافوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقوم بدور مماثل للي عمله لهذه الفترة الرئيس جمال عبد الناصر. نعم. في فترة الستينات. وان التنمية اللي بيعملها في مصر. نعم. والاصلاحات اللي بتحصل في مصر، ونهضة مصر، والنهضة الحقيقية اللي بتتم في مصر. اللي كل العالم بالمناسبة شايفها وعارفها. وحتى ناقش هذا الكلام في الكونجرس. نعم. بالاضافة للمواقف المصرية المتوازنة القوية في المحافل الدولية والازمات اللي بتحصل في مختلف البلاد. نعم. فتم تكريمه واعطائه درجة الدكتوراه الفخرية. تمام. طلع منها على ألمانيا. لا، ألمانيا وبعدين صربيا وبعدين فرنسا. ألمانيا في الأول وبعدين صربيا وبعدين طلع على فرنسا. أيوه. واستقبال طيب من ماكرون. ومباحثات ناجحة. حضرتك كنت بتقول ماكرون واهتمام بأفريقيا. صحيح. ماكرون وفرنسا بدون أفريقيا، هم عندهم متخصصين ومراكز ابحاث ودراسات قالت بدون افريقيا هنبقى درجه ثانيه وثالثه، بسبب نتيجه ان فرنسا بتستفيد من الدول الفرانكوفونيه اللي في افريقيا استفاده عظيمه. زي ما كانت انجلترا زمان بتعمل مع كل دول الشرق الاوسط، بتاخد خامات. نعم. زي ما كان بياخد منك القطن. صحيح. الانطار بياخده، انت عارف كان يعني انطار القطني كان بيطلع من مصر برقم زهيد، جنيه ونص وجنيه 175 قرش. انطار قطن يتحول لغزل ويطلع ملابس ب 2300 جنيه ايام ما، شوف من 175 قرش يرجع، ده كلام اقتصاد، ب 2000 وشويه جنيه. انت شغلت مصانع وكسبت 2000%. بدون قطع كلامك، وده برضو اللي بيحصل بشكل او باخر في علاقه الصين ايضا بالدول الافريقيه، انها بتستخدم المواد الخام الطبيعيه اللي موجوده في افريقيا وبتصدرها او تستوردها من القاره الافريقيه، وهذه المواد الخام بتدخل في الصناعات الكبرى في الصين في عده مشروعات وعده امور يعني، وفي الاخر بعد كده هي بتصدر لنا بعد كده هذه المنتجات. بالظبط كده. اه بالظبط. انت عندك أكبر مناجم ماس أفريقيا. أكبر مستودعات ومناجم اليورانيوم أفريقيا. يعني أنا مش هتكلم بقى على الأرض الزراعية والذرة والقمح. أكبر المستقبل، أكبر للإنتاج البترول. نعم. موجود في أفريقيا. خلي بالك إن في مناطق كتيرة الأقمار الصناعية قايلة إن هيحصل فيها اكتشافات، ولكن لسه ما جاش الدور. تمام. يعني هو مع الوقت هيبدأ يقل الانتاج في الدول المنتجة الكبيرة الآن، وهيبدأ يزيد الانتاج من دول الأفريقية. وده اللي حضرتك بتوضحولي ردا على السؤال قد إيه الدول العالم دلوقتي مهتمية بأفريقيا. طبعا. وخصوصا في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية، واللي ظهر على السطح مشكلة الطاقة، الغاز والبترول، وأيضا منتجات الغذائية. أيوة. أقدر أقول أن القارة الأفريقية ممكن تأكل كل دول العالم؟ يعني خلينا أقول لسيادتك أن احنا كنا قلنا دراسات قبل كده، ده مصر والسودان بس. مصر والسودان بس ممكن تأكل دول العالم. أيوة. بس يحلوا لنا مشكلة سد النهضة. من غير ما يحلوا مشكلة سد النهضة. من غير ما يحلوا لنا مشكله سد النهضه. مصر والسودان لو ربنا هدى النفوس. ايوه. وخلصت النوايا. نعم. ستكون مصر والسودان من اعظم واقوى دول العالم اقتصاديا.
بس يبعد عننا ربنا سبحانه وتعالى الناس الشر اللي عايزة الشر لبلدنا والدول العربية والتخطيط اللي كان بيخطط للمنطقة بقاله كذا سنة في تفتيت الدول العربية وتفتيت الدول القوية، يبعد بس ربنا سبحانه وتعالى هذا التنظيم وهذا المخطط اللي ربنا يبعد عنه. احنا عندنا مقومات، مصر والسودان عندنا مقومات تخلينا اقوى واغنى دول العالم. اتمنى ان النفوس تخلص لله، تخلص لله، وما يبقاش حد فاتح ودنه لحد يسوس فيه، ونشوف مصلحة الشعبين، ويبقى في ثقة اكتر من كده. مصلحة الشعبين اللي هم بيشربوا مية واحدة وفي صلات نسب ومصاهرة كتيرة والارض ارض واحدة والتاريخ واحد. صحيح. التاريخ صحيح. واحد صحيح. والاصل واحد. لو بس قفلنا ودنا عن اللي بيسوسوا فيه، مصر والسودان تكون اغنى واقوى دولة في العالم. وعن ثقة ودراسات نبقى من اغنى واقوى دول العالم، ومحدش يعرف ساعتها يوقفنا، ونرجع زي 5000 و7000 سنة لما كانت الدولتين دول اغنى واقوى دولة في العالم. يا رب النفوس تخلص إن شاء الله. يا رب النفوس تبقى بتفكر للمصلحة بس. سيادة اللواء دايما بتشرفني يا فندم، وانا نفسي اقعد واتكلم في حاجات كتير قوي وافتح ملفات اكتر واكتر، لكن يعني ان شاء الله توعدني ان حضرتك تجي لنا تاني قريبا، ومش هسيب الجمله دي ان مصر والسودان لو اتحدوا بشكل او باخر ممكن يكونوا اهم الدولتين في العالم. بلاش اتحاد، حتى مش تكامل، تكامل ما بينهم وبين بعض، تكامل، نتكامل. نتكامل تمام، والنوايا تخلص تمام، يعني ان شاء الله يحصل، الناس يبقى في هجره نعم في الاقليم وفي العربي كله الى مصر والسودان للعمل عشان ياخدوا رواتب عاليه هنا ان شاء الله. يا رب. وان شاء الله برضو الازمه الروسيه الاوكرانيه دي تتحل، ويعني هذا التضخم اللي في العالم كله اللي بنعاني منه جميعا ان شاء الله ان هو ينتهي على خير باذن الله تعالى. هذا الامر هم بيخططوا له. نعم. روسيا بتخطط له، امريكا بتخطط له من اكتر من 15 سنه، من اكتر من 15 سنه. فلنكتفي بهذا القدر. انا اسف جدا الحلقه ترصد، ويعني سيادة اللواء محمد غباشي مدير مركز افاق للدراسات الاستراتيجيه نورتنا وشرفتنا، وليا الشرف ان كنت مع حضرتك النهارده يا فندم. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. ده كان يومنا النهارده في صفحه جديده. انا مع حضراتكم باذن الله تعالى برضو ان شاء الله بكره باذن الله نفتح صفحه جديده في تاريخ مصر للجمهوريه الجديده باذن الله تعالى. اصبحوا على خير.